المدينة منذ هادرة مقاطعة جنوب كانما أطلق وفد حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم الـRDP فعاليات الحملة التوأوية والإخبارية لمكافحة فيروس كورونا إلى جانب توزيع المغاسل وأدوات النظافة والكمامات للوقاية من الإصابة بهذا الداء الفتاك، وأن هذه المعدات جاءت بتمويل من المناضل وابن المنطقة السيد ألي بوكو ألي، حيث قدمت العديد من الكلمات وعقبتها كلمة رئيس الوفد محمد صالي الذي شكر سكان منذ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرا إلى أن استعمال أدوات النظافة وارتداء الكمامات هي أهم وسائل الوقاية من كوفيد-19، وعليه يجب احترام الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بهذا الفيروس التاجي. محافظ مقاطعة جنوب كانم فوغو أليفا ألي أشاد بدور مناضلي حزب الـRDP على القيام بهذه البادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدا بأن هذه المعدات ستوزع إلى سكان المدينة فضلا عن الكانتونات السبعة التابعة للمقاطعة. كما تحدث صاحب البادرة عن الهدف من تنظيم هذه الحملة التوأوية. شيء الحلاني فكر جميع سويت شكرا، ولأن أول بالأول رئيس الدولة كلم أي واحد اللي سي موبيليزاسيون مرض أنا كورانا فيريز مرض حوان مرة واحد، والجنة هنا تقريبا 4000 كاشنة يشيلون شو ال يسبوا ألم يخذل فوق أيدين وأشر كرتون هنا صابون. هذا وقد اختتمت المناسبة بتوزيع الكمامات للتجار والباعة بالسوق الأسبوعي لمدينة موندو، وكذا زيارة مقر حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم الذي تكفل ببنائه صاحب البادرة ألي بوكو ألي، وذلك من أجل تفعيل الدور السياسي للحزب بالمنطقة. والي ولاية والدي الجنرال إبراهيم سعيد محمد وقف بمقر المنطقة العسكرية رقم 2 حيث تفقد الوحدات العسكرية، وبعدها اجتمع بالقيادات والضباط العسكريين بالمنطقة. قائد المنطقة رقم 2 الجنرال يحيى سيرو قدم للوالي مؤسسته والأقسام التابعة لها، ومن ثم توجه الوالي إلى الدرك الوطني. قائد الدرك الوطني النائب العقيد دادي وين قدم للوالي المهام التي يقومون بها، ومن ثم وصل موكب الوالي إلى مقر تمركز الحرس الوطني للرحل، حيث استعرض قائده العقيد بخيت آدم أن وحدات حرس الرحل تتواجد بكل من والداي واسلة. ثم توجه والي ولاية والداي إلى مقر مندوبية الشرطة الوطنية، وفي أثناء الجلسة قال مفتش الشرطة بمدينة أبشة بحر الدين طاهر دوسة إنهم يعانون من نقص في المواد البشرية وكذا وسائل المواصلات. واختتم والي ولاية والداي زيارته بمقر القيادة العامة للقوات المشتركة التشادية السودانية، وفي الجلسة التي عقدت مع القيادات والضباط رحب فيها قائد القوى المشتركة التشادية السودانية الجنرال عثمان بحر محمد إتنو. قال إن القوات المشتركة منذ تأسيسها عام 2010 أمنت الشريط الحدودي وساهمت في كثير من المشاريع التنموية، ولها مقرين رئيسيين هنا بمدينة بشا وهناك بالجنينة، وتعمل وفق البروتوكول للقيادتين التشادية والسودانية. هذا ونذكر أن والي ولاية والداي الجنرال إبراهيم سعيد محمد طالب كل القيادات ببذل مزيد من الجهود لأداء الواجب الوطني لا سيما استتباب الأمن ومكافحة الجرائم والتفلتات الأمنية، موضحا كل طلباتهم ستدرس مع القيادات العليا بالبلاد، وأن هذه الزيارة سمحت لوالي ولاية والداي معرفة الحقائق عن قرب والنقاش مع قادة أفرع قوات الدفاع والأمن بكل وحداتها العسكرية المتواجدة بولاية والداي. تم تعيين حسن تيمان ديبي مندوبا لوزارة إدارة الأراضي والسكن والتمدن بولاية إندي الشرقة.
مندوب البنية التحتية عبد الكريم سليمان متطرقا إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه السكن والتمدن والبنية التحتية بولاية إنيدي الشرق باعتبارها ولاية حديثة. وهنأ أخيرا المندوب الجديد متمنيا له عملا موفقا. في كلمته التنصيبية والي ولاية إنيدي الشرق قربجوم ميدر جاكوب قال إن ولاية إنيدي الشرق تعد مركز تبادل تجاري مهم نسبة لوجودها بين حدود دولتين وهما ليبيا والسودان، طالبا من المندوب الجديد تحمل المسؤولية واحترام قانون الجمهورية والتعاون مع المسؤولين بالولاية. من جانبه مندوب وزارة إدارة الأراضي والسكن والتمدن حسن تيمان ديبي إتنو شكر فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على وضع الثقة في شخصه، وتعهد على العمل بكل جدية وتفان من أجل تطوير الولاية ورفع التحديات التي تواجهها. نشير إلى أن مندوب إدارة الأراضي والسكن والتمدن الجديد حسن تيمان ديبي إتنو يعد أول مندوب للوزارة بولاية إنيدي الشرق، حاصل على دبلوم عالي من المدرسة الوطنية للأشغال العامة بأنجمينة، ويعد هذا المنصب هو أول منصب يشغله منذ تخرجه. بعد أسبوع من عملية الحملات التوعوية التي أطلقها المجلس الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية حجر لميس، فإن مسؤولي الحزب بالولاية وصلوا إلى كل من بلدية تربة وكرل التابعتين لمقاطعة الدقنة، وذلك من أجل توعية سكان البلديتين بالخطر الذي يسببه كوفيد-19 وكذا الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل مكافحته. المسؤولين الإداريين والسياسيين في البلديتين أشادوا بجهود أعضاء المجلس الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بالولاية، وأكدوا على التزام مواطنيهم بهذه الإجراءات التي تؤدي إلى حمايتهم من فيروس كورونا. أبكر موسى كلي الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية حجر لميس ناشد سكان البلديتين إلى ضرورة احترام الإجراءات المتخذة بشأن كوفيد والالتزام بها. وانا خبركم عليهم 15 يوم ده اي ما بارتي مكونه بارتي انا اوبوزيشن معارضه مال ام بيز مضوا الملك شك الوبا كله شك عندهم مضوا فوق عشان يمرقوا كل موجه للمرض ده صار القمامه ده لسه جبناها عندما ام بيز بس اي ما بارتي. فيما شدد رؤساء المراكز الاداريه لكل من بلديه تربه احمد محمد علي وبلديه كرل احمد عبد الهادي ضمان على ضرورة احترام المواطنين هذه القرارات والعمل بها من أجل مكافحة فيروس كورونا. إن الكل يساهم ويسعى من أجل توعية السكان في محاربة انتشار كورونا من منطقته، كل حسب مكانته في المجتمع. وعليه فقد شرع تجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية جيرة أن يقدموا 3000 كمامة للتجار بالسوق المركزي لمدينة مونغو، وذلك بهدف توعية جميع السكان إلى ضرورة لبس الكمامة وتطبيق قرارات الحكومة في هذا الإطار الذي أبراه يتم محاربة هذا الوباء، لأن السوق يعتبر مكان لتجمع عدد كبير من السكان، وعبر خطوة لبس الكمامة يستطيع كل مواطن أن يكافح من انتشار الفيروس. هذا ما جاء على لسان كل من الأمين البلدي للحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مونغو عبد الله محمد تيستو، والسكرتير التنفيذي لتجمع شباب الحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة مونغو الدليل دمولة شوغار. وتبقى الإشارة بأن هذه الحملة التوعوية ستتواصل في كافة أسواق الولاية مصحوبة بتذكير السكان على احترام القرارات كغسل الأيدي ومنع التجمع والتباعد الاجتماعي. تلبية لنداء الحكومة من حيث توخي الحيطة والحذر في انتشار الوباء، فقد وجدت أذنا صاغية من بعض أبناء ولاية سيلا المتمثلة في شخصية ابنها رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي عبد الكريم أحمد أيباخيد، الذي أعطى أولوية خاصة لمواطني مدينة قزبيدة بابتعاثه 2500 أقنعة سلمت للمنسقية الوطنية للاستجابة الصحية بولاية سيلا. كان في مقدمة المنسقية محافظ محافظة كيميت آدم حسن فضة ممثلا للوالي. استلم الأقنعة رسميا من طرف ممثل رئيس المجلس الاقتصادي السعودي حسن أبو، وذلك بحضور أعضاء المنسقية. وخلال مراسم الحفل أعرب ممثل المانع لكمامات السعودي حسن أبو عن انطباعاته، مثمنا شكره وعنايته الخاصة لعبد الكريم أحمد أيباخيد. كما أشاد محافظ محافظة كيميت آدم حسن فضة بالدور الرائد الذي قام به ابن الولاية، حثا أبناء المنطقة أن يحظوا حظوه حتى تعم الفائدة،
وبعيد الاحتفال الرسمي قام أعضاء المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية بجولة ميدانية إلى سوق مدينة قزبيدة لتوزيع الأقنعة للمواطنين، وبهذا قد عبر بعض من المواطنين عن شعورهم. ونوصي نفسي ونوصي يعني شعب درسلة خاصة وشعب عامة أن يستعمل هذه الأشياء لأن هذه هي وقاية. وجدير بالإشارة إلى أن منذ تسجيل أول حالة إصابة في فيروس كورونا ما زالت عمليات التوعية تمضي قدما بغية تطبيق القرارات والضوابط من قبل مختلف الكيانات بولاية سيلا. ترأس حاكم ولاية مايكي بالشرقية أحمد طه محمد عبد الله الانطلاقة الرسمية لنشاطات كوفيد 19 التي تقيمها الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع الصليب الأحمر الفرنسي وبالتمويل من الاتحاد الأوروبي إيكو، وجرت المناسبة بمقر عام حاكم الولاية وذلك بحضور نائب رئيس الصليب الأحمر التشادي وممثل الصليب الأحمر الفرنسي وأعيان المنطقة. وفي مستهل كلمته نائب رئيس الصليب الأحمر التشادي السيد كالا أحمد سنوسي بأن هذه الدورة تدخل في مشاريع وزارة الصحة للتصدي ضد جائحة كورونا كوفيد 19، وأن هذه الدورة التدريبية شملت بعض دوائر العاصمة ومدينة بنغور. وأما ممثل الصليب الأحمر الفرنسي السيد عبد الله تراوري فأضاف في كلمته أن جائحة كورونا التي ضربت العالم وخاصة القطاع الصحي جاء دور الصليب الأحمر الفرنسي متعاونة مع الصليب الأحمر التشادي لدعم سياسة الحكومة التشادية متمثلة في وزارة الصحة لتقوية الحماية والتصدي لجائحة كورونا الذي أصبح الشغل الشاغل لكل قطاعات الصحة في العالم. حاكم ولاية مايكب الشرقية أحمد طه محمد عبد الله فقد ثمن على جهود كل من الصليب الأحمر التشادي والفرنسي. جاءت هذه الحملة لتوزيع المواد الغذائية لسكان القرى الذين تضرروا جراء الحرائق التي اندلعت مؤخرا، وذلك بمركز إداري أبكر بقرية شامبولي. هذه المساعدات تقدر ب 215 جوال غلة وعدد من المشمعات ومواد أخرى، كما جاء هذا الدعم من قبل جالية أبناء القرى المتواجدون خارج المنطقة، وذلك تحت رعاية السلطان درو الداي العباسي. استهلت المناسبة بكلمتي رئيس اللجنة المنظمة لهذه الحملة إسحاق دودبان ورئيس جمعية أسيدو يعقوب حسن الزين، قال إن هذه الحملة جاءت تزامنا مع الوضع الصعب الذي يعيشه سكان القرى المنكوبة. ومن جانبه ممثل سلطان سلطنة درو الداي العباسية محمد عبد الهادي مهدي أكد إن هذه الخطوة جاءت نتيجة لاستعادة النسيج الاجتماعي تماسكه في السراء والضراء. التوجه ده فعلا توجه حقيقي لأنه احنا كنا شعب وكنا أمة واحدة، ولكن الخلافات والمشاكل موجودة دي من طبيعة البشر، ولكن الناس لابد من ترجع للأصل. الأصل هو الإلفة والتراحم والتوادد فيما بيننا. رئيس مركز إداري أبكر السيد أمين صالح وفي أثناء تسلمه لهذه المساعدات رحب بهذه البادرة مطمئنا الجميع أن هذه المعونة ستصل إلى مستحقيها، داعيا جميع سكان القرى بأن يخططوا بناء القرى.